مدرسة هي أفضل مدن للعيش فيها. أول مدينة هي سيدني، إحدى مدن أستراليا، وتعتبر من أقدم وأكبر المدن فيها، وهي المدينة السياحية بامتياز لاحتوائها على الكثير من الشواطئ والمعالم السياحية والأثرية. ثاني مدينة كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، اللي فيها العديد من النشاطات بالإضافة لمعالمها التاريخية. مدينة جنيف، وهي الثانية أكبر مدن بسويسرا، بتحيط فيها قمم جبال الألب والتضاريس الجبلية في يوروب. مدينة فرانكفورت الألمانية هي أيضا من أفضل المدن بالعالم بسبب وجود العديد من المقرات الأساسية للبنوك، ويقام فيها العديد من المعارض. باي.